مشاهدينا إلى خبر الدراسة البريطانية، ينضم إلينا هاتفينا دكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصادية في الصحة وعلم انتشار الأوبئة. أهلا بك دكتور إسلام، هل تسمعوني الآن؟ أهلا وسهلا. يعني هناك دراسة بريطانية ربما تكون وصلت إليك أو اطلعت عليها، تشير إلى أن المصاب بفيروس كورونا يتمتع بحصانة لمدة 5 أشهر من الإصابة مرة أخرى بهذا المرض. هذه الدراسة أجريت على أكثر من 6000 شخص من العاملين في الرعاية الصحية في بريطانيا، لم يتكرر إصابة سوى 44 فقط من هذه العينة البحثية. هل هناك أي جديد فيما يتعلق بهذه الدراسة، خصوصا أن هناك فيروس جديد، فيروس مستحدث، سلالة جديدة تم الإعلان عنها في بريطانيا تحديدا؟ بصح هي فكرة الإصابة شبه بالضبط فكرة اللقاح. يعني لو تتذكر برضه أستاذ حمام اتكلمنا في شهر 4 لما قلنا إن الشخص اللي جاله الإصابة في الموجة الأولى نادرا لما هتجيله الإصابة في الموجة الأولى برضه، لكن غالبا على الموجة الثانية هيبقى معرض للإصابة زي بقية الناس. هي الفكرة كلها في إن الجسم يبقى عنده ذاكره جيده للعدوى السابقه، ده مش بس للفيروس اللي بيسبب كوفيد 19 لكن لاي فيروس، حتى الانفلونزا دايما كنا بنقول ان الشخص نادرا لما نديله يعني انفلونزا مرتين في نفس الموسم، لكن الموسم اللي بعده زي بقيه الناس. الدراسه وجدوا ان في 94% حمايه للناس المتعافين، لكن طبعا فيها اختلافات كثيره. يعني مثلا في اختلاف في الحمى الفيروسي، فلذلك مثلا وجدوا ان الكوادر الطبيه مش زي الناس الطبيعيه، بيتعرضوا لاعاده العدوى اسرع واكثر من الناس العاديه. السن مثلا الناس الكبار في السن الحمايه بعد التعافي اقل، الناس اللي عندهم امراض مصاحبه الحمايه برضو اقل. صحيح. نقطه طيب، يعني مهمه جدا ان هم حتى لو كان متعافي هو قادر على حمل الفيروس والعدوى. فده مش يعني عشان بس محدش يبقى متعافي فمثلا زي ما كده مش محتاج ارتدي كمامه. هذه نقطة هامة ولافتة وخطرة أيضا، يعني من الممكن أن يحمل أي من المتعافين لهذا الفيروس وينشر هذا الفيروس دون أن يدري أصلا أنه يقوم بذلك ودون أن يكون لديه أو له أي أعراض. بالضبط كده، وهي بالضبط ده اللقاح. احنا دايما بنقول حتى لو حد خد اللقاح أو حد التعافي، هو التعافي أو اللقاح بيمنع ظهور الأعراض مش بيمنع ان الفيروس يخش في الجسم. فبالتالي الشخص يقدر ان هو يبقى عنده حمل فيروسي ويقدر يعدي حد مش متعافي او حد ما خدش اللقاح ويطلع عليه اعراض. فبالتالي احنا هنظل مثلا في 2021 بما ان احنا مش هنقدر ندي اللقاح في 2021 ل 60 70% من الشعب المصري، هنظل بنبتدي كمامات عشان نقدر نحمي غيرنا حتى لو احنا خدنا الدوزز من الفاكسين. دي نقطه مهمه جدا. الدكتور اسلام عنان، نعم، استاذ الصحه او استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.